حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى مع الكاتب عبد المنعم الأعسم الذي كتب أن بيننا أياما معدودات مع ذكرى مرور 3 سنوات مع حدث تشرين الذي ضرب ويضرب الآن معادلات السياسة في بلادنا وأحلام مهندسيها وحثالاتها على حد سواء. وبالرغم من كل محاولات التزوير وتغيير النتائج وتقزيم الأسباب المباشرة لهذه الأزمة وتصريفها في مزاعم القول إنها تعود إلى الصراعات الشخصية أو المؤامرات الخارجية أو العيوب البلاغية في الدستور أو سوء إدارة اللعبة الانتخابية وفساد مفاصلها أو أن هذا المأزق لا وجود له أصلاً ولا خوف ولا هم يحزنون كما يقول الكاتب. بالرغم من كل هذه المزاعم وصناعة الجزئيات المضخمة من الأسباب الشكلية لما حدث في الأول من شهر تشرين الأول عام 2019 وتداعياته، فإن الحقيقة الواضحة التي تكشف وتفضح هذه الأباطيل تتمثل في أن تشرين داهم أصحاب المنظومة المأزومة وهم في ملابس الفضيحة التاريخية وأحدث انقلابا في مسارات بناء الدولة العراقية وفي إعادة بنائها أيضا حاضرا ومستقبلا. يتأكد في كل يوم وطوال السنوات الثلاث أن الخلافات في صفوف الكتل والزعامات والبيوت والأحزاب السياسية لا تعدو عن تحصيل حاصل لهذا الحدث، وليس كما يزعمون باعتبار خروج الملايين الغاضبة والمهانة إلى الشوارع مشكلة مطلبية جزئية، فإذا ما عولجت بالمفاوضات فإن الأمن سيستتب والرخاء سيعم والأنوار ستسطع من جديد، ثم وفي كل تشابك واقتراب من الحريق الشامل خلال هذه السنوات الثلاث يتأكد أن ما حدث في ذلك اليوم كان اختراقاً تاريخياً بكل المعاني السياسية والاجتماعية مجسداً بالألوان الطبيعية في استحالة إعادة الوضع بعقائده وآلياته وصفقاته إلى ما كان عليه قبل اندلاع الثورة التشرينية. فما معنى أن تعجز منظومة الحكم بكل أحزابها وعناوينها وإمكانياتها الميليشياوية والمالية ومفاتيح إدارة الدولة وبرغم الدعم الخارجي الهائل لأطرافها عن تشكيل حكومة جديدة طوال عام كامل، إن لم يكن وراء ذلك اختراق أنهى وظيفة الطبقة السياسية وعمليتها وزعاماتها؟ وما معنى هذا التراشق بالتسقيط والتشهير والتخوين فيما بين اللاعبين وأتباعهم بلباس الدين بين مزدوجين مما تعف عنه أخلاق السياسة وفروض العبادة معاً؟ ونقرأ ما قال المشاهدين الكاتب علي المياح عن العملية السياسية في العراق، فلعل واحدة من أغرب المفارقات التي نعيشها منذ عام تقريبا والتي لا تحدث إلا في ديمقراطية صممها السيد بريمر هي أن الخاسرين في الانتخابات لم يكتفوا بتفريغ معنى الأغلبية وحرمان الفائزين من استحقاقاتهم الطبيعية، وإنما وصلوا بفضل هذه الديمقراطية إلى مراحل من الهيمنة تمكنهم من تشكيل ملامح المرحلة المقبلة. إن هذه العملية السياسية في العراق غير محكومة بقواعد الديمقراطية، وإن هذا النظام السياسي لا يعمل في ظل مؤسسات الدولة، وإن القوى السياسية لا يربطها عقد سياسي بقدر ما تربطها صفقات مؤقتة، وإن الانتخابات تأخذ ضروريتها بالنسبة لهذه القوى فقط لأنها المحدد الوحيد لشكل الصفقات التي ترسم شكل العلاقة بينها بدلا من الاحتكام إلى السلاح. ربما يعتقد كثير من النواب المستقلين أن وجودهم في مجلس النواب في المدة المقبلة أفضل سياسيا وأنفع للتحضير للانتخابات المقبلة، ولكن على الرغم من كل ما قد يجادلون به لإثبات أن استمرارهم ضروري في موقع النيابة إلا أنه لا قيمة لحججهم أمام حقيقة أنهم قلة قليلة قبالة جيوش من المسلحين الماسكين بالسلطة.
من هذه البديهيات التي يفترض أننا متفقون عليها يتشكل واقع يقول إننا أمام قوتين شيعيتين مسلحتين وصلتا وفق مخرجات الانتخابات الأخيرة إلى توتر وتناقض لا يمكن معه منع الصدام، ولأن الصدام في لحظتنا هذه وفي سياق ظروف إقليمية ودولية متوترة هي الأخرى فإنه مكلف للغاية، لذا ربما سيؤجل الصدام إلى حين. أقول ربما سيؤجل إلى حين لأن الحالة في العراق غير قابلة للتنبؤ في مجملها، ولكن وفق هذه المعطيات وعلى افتراض أن زعامات هذا النظام لن يحتكموا إلى غير عقولهم فإنه سيؤجل. على أي حال وبناء على البديهيات والافتراضات السابقة ستذهب القوى المتصارعة إلى صفقة ما للقفز على لحظة الصدام التي كنا أمام بروفة بين هلالين لها في المنطقة الخضراء قبل أسابيع، وسيجري وأد الفتنة كما تحبذ أجهزتهم الدعائية، ومع قليل من التنازلات والضغوطات الخارجية ستجري الانتخابات المبكرة وفق شروط مرضية للأطراف المهيمنة، وكفى الله المؤمنين القتال. تحت عنوان العراق في مفهوم العلاقات الدولية والأمن الغذائي، كتب إياد العناز في مقال نشرته صحيفة البصائر العراقية، جاء فيه: سياسة الدول وتوجهاتها الداخلية والخارجية تحددها رؤيتها السياسية وأفاق تعاونها ومدى نجاحها في إقامة علاقات حسن جوار مع الدول المحيطة بها وباقي دول العالم، منطلقة من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحماية مصالحها المشتركة وعقد الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية كافة، دعما لمقومات أمنها الوطني والقومي والحفاظ على مستقبل أبناء شعبها والتمسك بمكانتها بين الأمم والشعوب، وأن تكون هذه السياسة عبر العديد من المنطلقات الثابتة والمبادئ الراسخة والأهداف الواضحة التي تمثل الأسس الرصينة لمفهوم الاستقلال السياسي والرأي المستقل القائم على مرتكزات مهمة. هدفها رسم ملامح التعامل الدولي والإقليمي حماية لمجريات العلاقات الثنائية والعامة، وفتح آفاق مستقبلية لتعاون مثمر ومستمر يحقق الآمال في استقرار أمني وسياسي. يتبادر إلى أذهاننا ما حل بالعراق بعد الاحتلال الأمريكي في 9 من نيسان عام 2003 وما آلت إليه نتائجه والتي أثرت على طبيعة وهيكلية الدولة العراقية ونظامها السياسي ودورها الريادي في التأثير الدولي والإقليمي والريادة الذي كانت تمثله على الأصعدة العربية والإسلامية والغربية كافة. يسعى الاحتلال إلى الإخلال بهذه المنظومة بل إضعافها والهيمنة عليها وعلى مقدرات أبناء الشعب العراقي والتلاعب بمسيرة شعب واستغلال ثرواته وتنفيذ أهداف الإدارة الأمريكية في ربوع الأرض العراقية بسلب إرادة البلاد والتأثير على مستقبلها. وكان واضحاً التدخل الإيراني السافر مدعوماً بالميليشيات والفصائل المسلحة التي تم تشكيلها أمام مرأى ومسمع من المحتل الأمريكي. ابتعد مفهوم الأمن القومي كثيراً في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، وأصبحت عملية التدخل في شؤونه الداخلية واضحة وامتدت لتكون معياراً واضحاً لفقدان البلاد لسيادتها وحريتها. إلى صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي ذكرت أنه فضلا عن الغضب الذي سببه وفاة الشابة الإيرانية ماهسا أميني، فإن كل مطالب الإيرانيين في السنوات الأخيرة والتي تجاهلتها السلطات تعود اليوم إلى الواجهة. أضافت الصحيفة الفرنسية أنه إذا كان من الممكن تلخيص الانتفاضة الشعبية في إيران التي أشعلت البلاد منذ وفاة ماهسا أميني ف16 من شهر أيلول الحالي في صورة واضحة منذ 10 أيام بصورة واحدة، فيتصاعد نسق الاحتجاجات في إيران من الشمال إلى الجنوب، والأمر يتعلق بالأجيال كافة الذين خرجوا كلهم إلى الشارع رافعين شعار
لا لجمهورية تتنمر على النساء منذ أكثر من 40 عاما، ولا لوحشية شرطة الأخلاق التي تسببت بوفاة شابة بريئة. أضافت أيضا صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن مهسا أميني هي مرآة لكل الإيرانيات اللواتي يختنقن بالصمت في التابوت المفتوح الذي حفره لهن النظام الإيراني. فملايين الإيرانيات اللواتي يعانين معاناة مهسا أميني نفسها. التعبئة في إيران غير مسبوقة، وعلى عكس الثورات السابقة التي شهدها البلد، اليوم كل المدن الإيرانية تتحرك ضد نظام قمعي أكثر فأكثر، حسب آزاد كيان مدير مركز التدريس والتوثيق والبحث للدراسات النسوية، أستاذ علم الاجتماع السياسي والمتخصص في الشؤون الإيرانية. ويقول إنه على عكس الثورات السابقة التي شهدها البلد، اليوم كل المدن الإيرانية تتحرك ضد نظام قمعي أكثر فأكثر. مضت لوفيغارو إلى القول إنه بعد وفاة الشابة مهسا أميني، ولأول مرة أيضاً في إيران، أبدت النساء شجاعة لا تضاهى، إذ أقدمت بعضهن على قص شعرهن أمام الحشود المتظاهرة. وشعورهن الرئيسي المرأة، الحياة، الحرية، الذي يسمع في كل مكان تقريباً، يظهر أن المتظاهرين اليوم يربطون بين حقوق المرأة والحرية. إذا تم انتهاك حقوقهن فلا يمكن توقع مستقبل ديمقراطي، وهو خطاب لم تكن الإيرانيات ليتبنينه في وقت سابق. الرجال من جهتهم يظهرون تضامناً مشاكساً، ومن بينهم نجم كرة القدم علي كريمي رغم التهديدات الموجهة إليه، أو ذلك السجين السياسي من جماعة البلوش العرقية الذي صور نفسه وهو يحلق رأسه لدعم الإيرانيات في حركتهن الاحتجاجية. حذرت كارولين كيسان، وهي خبيرة بارزة في الشؤون الدولية والأمن، حذرت من جدية التهديدات الروسية النووية ضد أوكرانيا. قد وصفت في مقال نشره موقع ذهيل تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي بأنها حقيقية، وأكدت أن التهديدات قد بدأت مع بدء الحرب. وذكرت أيضا أن التكتيكات العسكرية الروسية داخل وحول محطات الطاقة النووية الأوكرانية قد خلقت كثيرا من الفوضى وشكلت تهديدا كبيرا لأوكرانيا وأوروبا أيضا. وذكرت أيضا أن بوتين قد ظهر على التلفزيون الروسي في أثناء اجتماعات زعماء العالم في الأمم المتحدة ليوجه اتهامات للولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، وقال إن روسيا تملك وسائل تدمير مختلفة وأكثر حداثة من تلك الموجودة في دول حلف شمال أطلسي ناتو. وأشار أيضا إلى ترسانة روسيا النووية. وفي الواقع مرت 7 أشهر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا تزال موسكو في موقف دفاعي مع تزايد الانتقادات والاحتجاجات داخل روسيا وخارجها لهذه الحرب. ولكن غرور بوتين كما تضيف الكاتبة قد يعني أن جميع أشكال الهجوم في ذهنه. وجه بوتين تهديدات نووية منذ بداية الحرب، وحذر من أن التدخل الغربي سيقود إلى عواقب وخيمة. ولم يستخدم بوتين الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، ولكنه اختار استهداف وتعطيل المحطات النووية الأوكرانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشارت كيسان إلى أن الأعمال العسكرية الروسية قد أدت إلى رفع مستويات الخطر في المفاعلات النووية الأوكرانية إلى اللون الأحمر، وهناك مخاوف من ارتفاع درجة حرارة المفاعلات إلى درجة الانهيار وحدوث اختراق سام وقاتل يمكن أن ينفث إشعاعات عبر أوكرانيا ودول أخرى مجاورة. لعبة بوتين المفضلة ليست الشطرنج بالتأكيد، على حد تعبير كيسان فهو يفضل الجودو ويؤمن بأن الخصم قد يخضع بسبب التهديد. وقالت بوتين يخبر العالم برمته بأن يكون في حالة تأهب قصوى على الرغم من عدم نجاحه في حرب أوكرانيا. هذه مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
أرسلت وكالة ناسا الدولية المسبار دارت للاصطدام بكويكب في الفضاء. ويصطدم في الساعات المقبلة المسبار التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بكويكب. تهدف مهمة هذا المسبار تهدف إلى معرفة مدى صعوبة منع صخرة كبيرة في الفضاء من الاصطدام بالأرض. ويجري هذا الاختبار على بعد نحو 11 مليون كيلومتر على هدف يسمى ديمورفوس. تقول الوكالة أيضا إن صخرة هذه ليست في الوقت الحالي في الطريق للاصطدام بالأرض، ولا يجعلها الاختبار تغير اتجاهها عن طريق الخطأ لتتجه إلى الأرض. وتعد أيضا وكالة ناسا بالحصول على بعض الصور المذهلة من مسبار دارت الذي يبلغ وزنه 570 كيلوغراما في أثناء بدء عملية الاصطدام. لا تخبرنا التقارير الصادرة على المنظمات الدولية من عام إلى آخر عن نتائج قد تبشر بخلاص من الأزمات التي تلاحق العالم بقسوة تفوق الأعوام التي سبقتها في ظل نسب مرتفعة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والجوع والعنف والتسرب المدرسي وانعدام المساواة والكوارث المناخية وغيرها. الأمر الذي يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحسب تقرير مصور نشرته صحيفة العربي الجديد. قد نشرت صورا حول العالم عن الفقراء والعمال مؤخرا، إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030. قد ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم إلى نحو 828 مليون شخص في عام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020. الآن مشاهدينا الكرام نتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هذا الرجل يدعى معين الحق، مزارع بسيط، وعلى يمين الصورة والده. أما القصة فعشرات من الشرطة الهندية جاءوا إلى أرض معين لطرده من منزله، ولأنه رفض الطرد دون وجود سند قانوني اندفع نحوهم بعصاه الهزيلة لمحاولة القيام بشيء ما، فانهال الجنود عليه ضربا حتى قتلوه. ثم أكمل مراسل صحفي حكومي رقصة الموت بالقفز مرتين على صدره ووجهه. لم يكن معين الضحية الوحيدة للهجمة الحكومية الشرسة، فهناك شيخ فريد أيضا، صبي عمره 12 عاما قتلته تلك القوات الحكومية، وأحمد علي الذي وقف يراقب بيته البسيط وهم يحرقونه عن آخره ليطردوه من أرضه، وغيرهم الكثير. من رأيتموهم الآن هم بعض قوات من شرطة ولاية آسام يطردون حوالي 20,000 آخرين من سكان الولاية من منازلهم، معظمهم مسلمون من أصول بنغلاديشية. أعطى نظام رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي أوامره بتهجيرهم، ونفذها بكل سرور هيمانتا بيسو سارما رئيس حكومة الولاية وحاكمها الفعلي. والسبب؟ زعم نظام مودي أن أراضيهم ملك الدولة وأنهم سكان غير شرعيين. وفي محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لجأ 800 عائلة مسلمة إلى المحكمة الهندية العليا لإثبات أحقيتهم القانونية في أراضيهم، لكن نظام مودي لم ينتظر القضاء وضرب بلا رحمة. لم يكتف الجنود بطرد الأهالي، فأحرقوا العديد من منازلهم وهدموا أخرى لمنعهم من العودة إليها، وادعت الحكومة استخدام تلك الأراضي لإقامة مشاريع زراعية تخدم سكان آسام الأصليين الهندوس. أما هذا العنف الموجه في غالبه للمسلمين لا يقتصر على آسام وحدها، بل يمتد من أقصى الشرق الهندي إلى أقصى شماله الغربي في بؤرة الصراع الدائمة كشمير.
لكن ألا تذكركم هذه المشاهد التي رأيتموها بنموذج شبيه جداً يحمل البصمات الشرسة ذاتها ويمارس يومياً في جغرافيا عربية ويعتمد على التهجير القسري وانتزاع الأراضي من أصحابها؟ وقبل أن نخبركم من هو النموذج، سنخبركم أن هؤلاء ذاتهم هم من يدربون قوات مودي منذ أعوام على القيام بكل عمليات التطهير التي عرضناها لكم. إنهم الإسرائيليون. كنا إذن مشاهدينا الكرام في جولة صحفية من الرافدين في صدى الأقلام، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.